تمام؟ وبرضه برضه تشامبر هنحس ان في نرمنج للميزيا بالنسبه للكنال هنا في قلب الكير الزاويه والميزيا للكنال هنا والبلد بتاعهم مرفوعه طبيعي خالص وما بتطلعش في الممر لازم يبقى كده. فهنا هنا ده ديستنت كيرز وده اكسس ده مطير والنيجوشيشن بتاع الميزيا او الميزيا بره الكنال بيبقى اصعب حاجه في ال 7. فلما تشوف 7 ديستنت كيرز بيبقى يوم يعني بيعرف بين ربنا. تعالوا اوريكم البوست اوف بتاعتها واللي تم في الحاله دي. بصوا هنا لسه الميزي بقى كلام تمام عشان تجيب لها فايل من ديستنس سايد عشان تجيب لها فايل من هنا كده. بص بص لما بفتح احنا بنفتح نشرح حاجه اسمها كيرز دريفن اكسس. فانا بروح شايل كيرز الاول تمام وبعدين ابدا اوسع شويه شويه كلوزا عشان ناخد ستريت لاين اكسس للكهرباء. فلو جينا نجرب الديستو بقى هنلاقي ان احنا محتاجين نفتح الاكسس ميزيا الاول عشان نعرف ندخلها. فهبدا امسك ستون واقوى زي ما قلت لكم نفتح الاكسس من ميزيا دايركشن لان ده اتجاه الاكسسبيلتي الاسهل بالنسبه لي. طيب جبت فايلات ودخلت الديسكو بفر اجي ابص على الميزيا بفر الفايل لازم يجي من الدايركشن ده كده ويلف معاه. فبدل ما يحصل ده بضطر ان انا اعمل كورنر بيرنج كويس استخدم الترا سونيك تيب في الاورفيس وبعدين ابص على الاورفيس اورفيس اوبنر قبل ما احاول انيشيت الفروت ممتاز. يعني بدخل حوالي 15 16 مللي بالفايل الاول اتاكد ان الكلام مفتوحه مفتوحه ابدا اوسع في التب بتاعت الاورفيس شويه بطرة سونيك واوسع الاورفيس كويس بالكير بالاورفيس اوبنر وبعدين احاول احصل على ميزيا اكسسبيلتي ليها. خدت ميزيا اكسسبيلتي يبقى الكيرف بتاعت ده بالنسبه لي سهل. ما اخدتوش وكنت جاي في فايل من الديستال دايركشن كده يبقى هكسر فايل او هعمل ليتش عند بدايه الكيرف بتاعتي. فدي حاجات لازم تديها عنايه كامله.